كي نجيو نشوفوا الارقام نلقاو باللي التشغيل في الجنوب راه زاد مقارنه بين سنه 22 وسنه 23 زاد ب 33%، التنصيب زاد ب 33%، فهذا يعني مكسب ماذا بينا يعني نثمنوه مقارنه يعني هي بعد المرحله تاع الكوفيد تاع الاثار الناجم مع الكوفيد وكذلك الركود الاقتصادي العالمي، الا انه نسبه التنصيبات تزيد ب 33% يعني في الجنوب بصفه عامه، فهذا مكسب لازم نحافظوا عليه ونثمنوه.